أهلا يا أطفال، في حصتكم المفضلة عبو يزيد راح يتطرق ليوم عالمي مهم جدا معكم. واش يصادف يوم أول مارس؟ اليوم العالمي للحماية. اليوم العالمي للحماية المدنية. والشاط اللي يعطينا الحل فيها عبرة حكمة. شخصيات اليوم شخص هي بنو موسى، محمد وأحمد والحسن بن موسى بن شاكر، رياضيون وفلكيون عراقيون مشتغلون بالميكانيكا. تكلمتكم على المفاجأة اللي درناها لرجل الإطفاء، اللي هي أغنية ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار، كفيلا من دون استثناء على استعداد الليل نهار، على استعداد. وانتم يا احبائي الاطفال، الى حبيتوا عمو يزيد يقرا الرسائل تاعكم هنا، ما عليكم الا ترسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار اراء وملاحظات. عيد ميلادك احلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصه عمو يزيد؟ اذا اجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. اجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء في الأوقات التالية. كونوا في الموعد.